يسعى العديد من الأشخاص للحصول على جسم مثالي، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وصارم كيف للتدريب من سنوات عديدة. لكن يوجد بعض الأشخاص الآخرين اللي يحبوا يوصلوا للهدف نتاعهم في فترة قصيرة وبطريقة غير صحية. الأشخاص هذه تعتمد على الحقن وعلى بعض المواد الغير المعروفة. في فيديو اليوم إن شاء الله باش نتعرفوا على بعض من الأشخاص هذم كيف باش نشوفوا مع بعضهم أغرب الأجسام اللي في الكون. يلا شباب، الشخصية رقم واحد عنا واللي هي روميريو ألفز. روميريو كان شخص عادي يتدرب مثل أي شخص. بعد 6 أشهر من دخول روميريو للجيم ما حصلش على النتيجة اللي هو يتوقع باش يوصل لها، فقرر اللي يغير الخطة متاعه ونصحه واحد من أصدقائه اللي يحقن السنتور، وكما قاعدين تشاهدوا في النتيجة وكما قاعدين تشاهدوا كيف أصبح شكل جسمه. وبعد فترة من استعمال روميريو للمادة هذه أصبح الشيء عنده مثل الإدمان، وخرجت الأمور على السيطرة وازدادت العضلات متاعه بشكل مخيف، حتى انه قرر يعمل عملية جراحية لإزالة السنتول من العضلات. لكن بعض من العمليات هذه ما نجحتش للأسف. الشخصية رقم 2 عنا واللي هي فالدر سيجاتو. الشخص هذا يبلغ بالعمر أكثر من 50 عام ويستعمل في السنتول لأكثر من 5 سنوات. الشخص هذا حذروا أصدقائه وأقاربه من خطورة المادة هذه، ولكنه بالطبع لم يكترث. ويشبه روحه الشخص هذا بالأسطورة أرنولد، وهذا للشبه الكبير اللي يشتركوا فيه حسب كلامه طبعا. وحضروه الأطباء من ضرورة بتر العضلات هذه لأنها ستستمر في التضخم بشكل يهلك الخلايا العصبية، لكنه طبعا لم يكترث لا بكلام الأطباء لا بكلام أصدقائه ولا أقاربه. الشخصية رقم 3 عنا مصطفى إسماعيل. الشاب المصري هذا تخلى الموسوعة جينيس كأكبر عضلة ذراع في العالم، وانتقد العديد من الأشخاص الشيء هذا لأنها عضلات مزيفة حسب قوله. لكن طبعا مصطفى اسماعيل في الشيء هذا وشد صحيح اللي هي عضلات صحيحة، وقال اللي النتيجة هذه وصل لها باتباع نظام غذائي صارم يتركز على البروتين والتدريب لسنوات عديدة. انا اسماعيل مصدقك، شوف الاشخاص اسفل في التعليقات. الشخصية رقم 4 عنا أرنولد ديسازو. الشخص هذا يبلغ من العمر تقريبا 48 عام ويعيش في البرازيل. من الأول الشخص هذا حب يصبح لاعب محترف كمال أجسام، تدرب تدريب شديد، اتبع نظام غذائي صحي، لكن ما حصلش الهدف نتاعه، وهذا يمكن العامل الجينيات. لكن رجع الشخص هذا للعبة كمال الأجسام، وذلك عن طريق الحقن وبعض العقاقير الغير المعروفة، وأصبح شكل جسمه كما قاعدين نشاهدوا شكل غريب وغريب جدا. وصرح أرنولد اللي هو يشعر بالدوخة أوجع في العظام بسبب الحقن هذه، والغريب في الأمر أنه ما زال مواصل حتى يصل للجسم اللي يحلم به هو جسم الرجل الأخضر. الشخصية رقم 2 عنا واللي هي فالدر سيجاتو. الشخص هذا يبلغ من العمر أكثر من 50 عام، والشخص هذا يستعمل في السنتول أكثر من 5 سنين. حذر الخلاصة شباب، وكما كنتوا تشاهدوا بعض الأشخاص اللي استعملوا مادة السنتول كيف أصبحت أجسامهم، صحتهم كيف أصبحت، ونظرة الناس لهم أيضا كيف أصبحت. نصيحة مني لكم، أي شخص يحب يوصل للهدف متاعه يستعين بنظام غذائي صحي، كيف ما ينساش الرياضة، ما ينساش النوم بين 7 و8 ساعات في اليوم أقل شيء، شرب الماء بين 3 و4 إترات في اليوم حسب الهدف متاعه، كيف حسب احتياجاته أيضا. وهكذا كان معكم غايث عيدي، إن شاء الله يا ربي حلقة اليوم تكون عجبتكم. والسلام.